مرحبا، أنا حتعمل هلا الفيديو تحكي عن الكوفيد 19، كيف بلش عنا، شو كانت العوارض وكيف قدرنا نتخطى هذا الموضوع. أول شي بين عند ابني اللي عمره 5 سنين، يمكن لقطه بالمدرسة ما بعرف، عمل حرارة أول شي 3 أيام، سقطت الحرارة 10، بطل في يمشي منيح، صار يشكي من أوجاع. بعد ال3 أيام راحت الحرارة، ضل 3 أيام منيح، رجت الحرارة من أول وجديد. هالمرة ضلت الحرارة 5 أيام مع أوجاع بكل جسمه وبإجريه ركابه، ما عاد يمشي منيح وما عاد ياكل بالمرة. رجعت ماما لقطته، ماما عمرها 62 سنة، بلش عندها وبلش عنا كلنا نحن بنفس الطريقة، اللي هي أوجاع كتير كتير قوية بالمفاصل بالعظم، وجع مش محمول أبدا، يعني كأنه حدا حامل شاكوش أو عصاية وعم يضرب على الركاب، على الورك، على الظهر، على الإجرين. حرارة كانت خفيفة، كانت 38.5 تقريبا. بالليل تحكمنا بردية، نرجف نرجف نرجف، بنفس الوقت نعرق ونبرد كتير. صارت أول شي ساعة جافة، كتير جافة لدرجة صار ينزل دم من الزلعيم، وجع الزلعيم كتير قوي مثل كأنه في شوك، كل تمنا شوك. بعد يومين تحولت الساعة لساعة فيها كتير بلغم، هون بلشنا نعاني مزبوط لأنه صرنا نختنق بالبلغم، يعني تخيلوا المنخار مسدود وما عم فينا نشم بالمرة، ونفس الوقت الزلعيم مسدودين من ورا البلغم، يعني نختنق ما فينا نتنفس أبدا، نحس حالنا نحن عن جد حنموت لأنه خلص يروح النفس نهائيا. لحظة كتير كتير صعبة وما بتمنيها لأي إنسان. بعد هيك صار في إسهال، وجع بطن، لعيط نفس، تعب كتير قوي بالجسم لدرجة انه اذا حملنا تليفون نحس حالنا عم نعمل انجاز، نضل كل نهار ملقحين بالفرشة ما قادرين نعمل اي شي. كانت عن جد يعني كانوا 10 ايام كتير صعبين. بس بدي اوضح شغلة، انه الفيروس بعد ما يجي يوجلي بصير في يعني بصير في التهابات بالرواية بين 7 و10 يوم، ممكن بتصير قبل أكيد، بس بالإجمال بتصير بين 7 و10 يوم. يعني حتى إذا نحن بلش عنا العوارض تاع الكوفيد 19 وتاني يوم أو تالت يوم تحسننا، مش يعني نحن خلاص تخطينا مرحلة الخطر، لا، نحن بعدنا تحت الخطر ل10 يوم. بس نقطع ال10 يوم إن شاء الله بقعد في احتمال يصير في أي انفكشن بالرواية، وما بقعد في احتمال إنه نعوز لا سمح الله عناية وندخل مستشفى. أنا عايشة بفرنسا وهون ما عم يستقبلونا بالمستشفيات إلا إذا كان الأكسجين واصل ل80%، يعني إحنا إذا كان الأكسجين عنا 85% ما عم فينا نتنفس، ما عم يقبلوا يستقبلونا بالمستشفيات لأنه ما في مطارح، لأنه ما في عدد كافي من الممرضين والدكاترة تا يهتموا بهالحالات اللي عم بتصير. فكتير عانينا، كنا عم ندق للاسعافات نترجيهم يجوا ياخذوا اختي اللي بطل فيها تتنفس، انا دق لهم عم ببكي قلن ما في اتنفس، بس زلعيمه مسدودين، منخاري مسدود، ما في شيء. بقينا بالبيت نحن، ولا حدا، انه ما كان في اصلا علاج ناخده غير فيتامينز، وهلا حخبركم اكثر شو الطريقه اللي استعملناها. نحن كنا بنشرب يومية 5 6 فناجين زهورات مع زنجبيل، قرفة، كركم، عقدة صفرة، هول كتير مهمين للمناعة. نشرب نجبر حالنا نشرب شوربة مرقة الدجاج مشان ما ينشف الجسم ونقوي المناعة ونغذي الجسم. أهم شي نشرب كتير مي، ومي فاترة لأنه الفيروس بموت على الحرارة العالية، يعني مي سخنة فاترة، صرنا نتمغمض كل ساعتين مي فاترة مع ملح خشن وخل تفاح. كل ساعتين صرت أعمل أغلي مي حط فيها كينا، يا أسنشال أويل، يا كينا طبيعي، والزهورات، وتنشقهم مشان يضل في حرارة، شي سخن عم بفوت على المناخير وعلى الزلعيم. أهم شي كنا عم ناخد فيتامين سي عيار كتير قوي 5000، فيتامين دي عيار 10000، سيلينيوم، زنك، هولي أشياء كتير مهمة. وأهم شي كل شي في كل شي بقوي المناعة، البصل، الثوم، والاشياء الصحية. بليز ابعدوا قد ما فيكن عن كل شيء اكل بروسيست فود، كل شيء سكريات، كل شيء تشوكلت، كل شيء اشياء ما مش صحية ابدا، لانه بتخفف من المناعة. قلة النوم بتخفف من المناعة. الارجيلة ابدا 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 مش منيحة بهالوضع، لانه ممكن تسهل من دخول الفيروس على الرواية. فبليز وقفوها، خففوها، ما بعرف، بس عن جد ابعدوا عنا.
بعرف انه انتو زهقتوا بالبيت، كلنا زهقنا بالبيت وكلنا ضايجين وعبالنا نظهر ونرجع لحياتنا الطبيعية، بس فكروا انه ممكن بأي لحظة تخسروا شخص بتحبوه او تخسروا حياتكم، تشتموا ولادكم من ورا دقيقة استهتار، ومن ورا انه عبالنا نحن نشم الهواء ونشوف لرفقاتنا ونروح نأرجل ونظهر ونعمل شوبينج. صدقوني صدقوني صدقوني، بس تعيشوا هاللحظة حتشوفوا قديش صعب انه انتو تفكروا حالكم انه انا خلص انا ما في اتنفس، انا عم بختنق، انا حموت. كتير صعب، خاصة بس تكونوا بالغربة، خاصة بس يكونوا اللي بتحبون بعد عنكم، بتصيروا تفكروا مليون فكرة براسكم، انا شو بس اذا متت شو حيصير فيي، اذا فتت مستشفى شو حيصير فيي، انا حكون لحالي، انا اذا متت حاندفن لحالي. كتير اشياء صعبة تفكروا فيها، وكتير اشياء بتوجع القلب. نحن كمان تعبنا وقلنا 3 أسابيع بالبيت، والبيت كتير صغير، وعم نتمنى نظهر الأولاد على البارك، عم نتمنى نروح نكسدر برا، بس عن جد عن جد عن جد لسلامتكم، سلامة أهلكم، أولادكم، قريبينكم، رفقاتكم، كل اللي بتحبون، بليز خليكم بالبيت، لأنه نحن عم بصير في عنا كوارث بفرنسا، أكيد عم تشوفوا بالأخبار، بإيطاليا، بإسبانيا، شو عم بصير بإنجلند، الوضع كتير كتير خطر، وبعده الأخطر جاي لقدام. بليز خليكم بالبيت، تحملوا تحملوا بس هالفترة، بس مشان سلامة البلد. نحن بلد صغير وما عنا إمكانيات، نحن هون بفرنسا ما عندهم إمكانيات، أنتم متخيلين بلبنان شو ممكن يصير كوارث إذا كل العالم لقطت الفيروس؟ وأنتم شفتوا، هذا أكبر إثبات إنه نحن ببيتي من الصغير للكبير، من ابن اللي عمره 10 أشهر لقطه لأمي اللي عمرها 62 سنة، كلنا كلنا من دون استثناء لقطنا الفيروس، يعني ما بيرحم حدا. ومنه غريب عادي ابدا، منه رشح عادي ابدا، الاوجاع اللي بتحسوها منه اوجاع رشح عادي. بليز تحملوا، تبوا حالكم، وعوا بعض، اللي بتشوفوه عم يجرب يستهتر بالموضوع وعوه، لانه نحن هلا بمرحله كتير حساسه، هي حتحدد انه شو ناطرنا بعدين. تبوا حالكم ودعوا لنا كتير، وسلام.